في خطوة إصلاحية أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح أنه سيتم إحالة أي ملفات يثبت أنها تعود إلى أي من مدعي الإعاقة للنيابة العامة، كما يتم إبلاغ الرعاية السكنية بها فورا حتى يتم تعديل الوضع ووقف حصول مدعي الإعاقة على أي امتيازات دون وجه حق تقرير. لسحر زايد. قد ينادي البعض بالالتزام بتعريف القانون لذوي الإعاقة على أنهم كل من يعاني اعتلالات دائمة كلية أو جزئية تؤدي إلى قصور في قدراته البدنية أو العقلية أو الحسية قد تمنعه من تأمين مستلزمات حياته للعمل أو المشاركة بصورة كاملة وفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، فيما يؤكد مختصون أنه مطاطي ويفتح الباب للتلاعب. لو تم الالتزام في التعريف ما كان اللي احنا وصلنا ونذرنا ونبهنا، والله حذرنا من كل الخطوات اللي قاعد نمر فيها، حذرنا. ما عندنا معايير الإعاقة، تدرون شنو المعايير اللي يعملون عليها؟ طبيب خريج المدرسة الروسية وطبيب خريج المدرسة الأمريكية، وكل واحد يجيب مدرسته ويطبقها على معاقين الكويت. هذا أكبر دليل على فشلكم كأطباء، لأنكم أنتم ما أنتم قادرين على وضع معايير محلية توائم البيئة المحلية لدولة الكويت. في ظل عدم وضوح معايير الإعاقة ومع التشديد على ضرورة معاقبة كل من يزور أو يدعي الإعاقة، تبقى هناك ضرورة لربط الأنظمة الآلية وتحديث بيانات المعاقين في كافة المؤسسات للحيلولة دون إعطاء فرص التزوير من جهة ولتسهيل إجراءات المعاقين من جهة أخرى. أي شخص يثبت بأن تلاعب في حصول على إثبات الإعاقة تقدم الأوراق للنيابة، حتى الشخص اللي عطاه الإعاقة، حتى الشخص اللي سهله في إجراءات الإعاقة لازم يكون في رادع. ما المفروض أن يتم التطاول إذا كان للمال العام حرمة في التطاول عليه؟ فإن التطاول على أموال المعاق جريمة لا تغتفر. أنت تدخل في السيستم مالك مال وزارة الصحة أن الشخص هذا معاق، مجرد أنك تقرأ أول بدني يبين عندك معاق، تعطي أولوية الدخول. البطاقة المدنية مو معفي من الرسوم، ما يدفع دينارين حق البطاقة، لازم يجيب الكرنيه ماله مال المعاقين انه معاق، ياخذه يطلع حق المسؤول يدخل على السيستم يعفيه، سجله بالبطاقة، سوى ربط بالمرة، سوى ربط. مع قرارات صارمة من قبل المؤسسة العامة للرعاية السكنية، لا بد من الوقوف على آراء المختصين لرؤية أوضح لجميع جوانب قضية المعاقين. سحر زايد، الراعي. وللمزيد ينضم إلينا عبر الهاتف مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي. حياك الله دكتورة. هل هناك عدد محدد لمدعي الإعاقة وكيف تم حصرهم أصلا؟ يا هلا فيك أخوي. طبعا هذا الموضوع يعني احنا تكلمنا فيه أكثر من مرة، ومثل ما بينا أساسا أنه الآن تبدأ العملية دائما بالتدقيق أولا بالملفات، فلما الملف ينشاف عادة يعني أغلب الملفات إذا كانت أوكي خلص ما حد يعني يصوبهم. بعض الملفات اللي نحس إن فيها أشياء ناقصة أو بس عفوا دكتورة، تكلمت وقلت مباشرة، كان السؤال هل هناك عدد محدد؟ عدد محدد لشنو؟ لمن يدعي الإعاقة. طيب احنا الحين حاليا احنا شفنا تقريبا او دققنا في نص الملفات تقريبا يعني 50% من الملفات، لم ينتهي الامر الى الان، لكن انا اقول لك تقريبا 7% من الملفات شفنا فيها اشكالية. فاذا هؤلاء هم اللي يا اما انزلت الإعاقة مالتهم او تم ايقاف الملف تماما. كيف تتم عملية مراجعة الملفات وتدقيقها لاكتشاف التجاوزات؟ مثل ما قلت لك أنا توني قاعد أقول لك أنه هو بالبداية تبدي في لجنة محايدة، يعني لجنة لا تتبع الهيئة مكونة من أطباء تقوم بالنظر في الملفات، فإذا كان الملف سليم من كل النواحي خلاص يمشي الملف، لكن إذا شافوا في أي شك فيه أو في بعض الأوراق ولا الأشياء مو موجودة فيتم يعني ينحط على صوب، يطلب من الشخص انه يكمل ملفه
أو إذا كان في شك فيه طبعاً يدخل لجان، في لجان يعني مشكلة خصيصاً حق هالحالات. نعم، المؤسسة العامة للرعاية السكنية أعلنت أنها ستسترجع من مدعي الإعاقة القسيمة السكنية وبدل الإيجار. ما هو الدور الذي تقوم به الهيئة العامة للإعاقة في هذا الصدد؟ الهيئة العامة للإعاقة مطلوب منها أن تشوف هذه الملفات وتراجعها مثلها مثل أي ملف ثاني، وتربط ما بيننا وبينهم على أساس أن نخبرهم إذا كان في ملفات مشكوك فيها، أو إذا كان بعض الإعاقات طبعا وقفناها وحسينا أن مثلا هناك تلاعب في الموضوع، طبعا هذا الأمر يخبرون فيه وهم يقومون بإجراءاتهم. نعم، مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة الدكتورة شفيقة العوضي، شكرا جزيلا لك.